لكن الشعب باقي والشعب لن يزول. يعني والشعب هو من يغير البلد استاذ، والشعب هو يعني من يغير الدستور. الاحزاب السياسيه اللي موجوده اللي خلقوا فقرات الدستور. عندنا مشكله نفطيه بسبب انه الدستور ما طبقته فقره مهمه جدا النفط والغاز، هاي ما طبقتها الكتل وصار عندنا اشكاليه كبيرة. يعني بس احنا لو الكل مشترك في العمليه. لا انا اتحدث عن الكل سيد، انا اتحدث عن الكل. طبعا هذه مشكله، هذه مشكله التوافقيه، هذه مشكلة التوافقية، هذه مشكلة الغطي لي وغطي لك، هذه مشكلة اللي احنا نريد نخرج منها اليوم، اللي طالبنا بها بال 2010، قلنا خلينا نخرج من قضية ومن عباءة التوافقية، نعم. لكن ما سمحوا لنا الآخرين، ما سمحوا لنا أن نخرج من عباءة التوافقية. نعم. أختي الكريمة، اليوم البلد مثقل بالنظام الإداري المترهل، هذا النظام الذي الآن نصنع مناصب من أجل شخصيات، شفتوا بالفترة الماضية شو اللي صار، 47 وزارة، نعم. وين رايحين بالبلد؟ احنا الآن نكتفينا ب 20 وزارة، والباقي يمكن أن نرحلها للمحافظات وينتهي الموضوع. أختي العزيزة، هنالك أمور كثيرة جدا يجب أن تشذب في هيكل الحكومة العراقية، هنالك أمور كثيرة جاي ترهق الميزانية العراقية حماية. إلى الآن الكثير من النواب والوزراء السابقين والرؤساء ونوابهم إلى الآن يتمتعون بامتيازات كبيرة جدا، حمايات ورواتب واتصالات هذا إرهاق للميزانية. اليوم احنا إذا نقدر، إذا نستطيع أن نشذب ما نستطيع أن نشذبه، ما يصير نبقى بهذه الآلية. شلون نريد نخرج إلى 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 فضاء ترشيق الدولة العراقية وتعظيم مواردها والاستفادة من هذه الموارد وتوظيفها للناس؟ يعني ما معقولة شخص الآن جالس بالسعودية، حكم رئيس جمهورية لمدة يمكن شهرين أو ست شهور، يتمتع الآن براتب فوق 100 مليون دينار، وهنالك آلاف الأسر تتضور من الجوع. هذا مو انصاف، هذا مو انصاف أختي الكريمة. احنا اليوم نريد حكومة. يعني ليس الانصاف وين؟ الانصاف انه احنا اليوم بعيدا عن المواطن، الانصاف اليوم نحن امام انتخابات، يعني بصراحه انتخابات ومجلس نواب راح ينتخب يوم 7 رئيس جمهوريه، وين الانصاف؟ الانصاف نذهب الى الكتله اللي حصلت اصوات ومقاعد اكثر ونصوت لها ويصير رئيس جمهوريه ومره واحده ياخذها، يعني مو 17 سنه الانصاف انه نذهب نعادي هذه الكتله ونخليها. لا 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 بالعكس، احنا خطابنا صار اصبح واضح الان. نعم. في الفتره الماضيه ما كان عندنا خطاب واضح، احنا الان خطابنا واضح، اللي يستطيع ان يشكل حكومه وينتخب رئيس جمهورية، ينتخب رئيس وزراء، على العين وعلى على العين وعلى الرأس، وحلت البركة وماكو أي مشكلة. ولا تتصورون إحنا نقف عائق إذا كان هنالك حكومة قادرة على أن تلبي متطلبات الشارع العراقي. الله وكيلكم، ما عندنا هذا الموضوع. لطالما أنه البعض يريد أن يسير بهذا الاتجاه ويقصد الآخر لأن هنالك شخصنا في الموضوع، فماكو ضير في هذا الموضوع. لكن هي الأمور ما تنتهي عند هذا الموضوع، الأيام قادمة والسنين قادمة.